يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اثنين. البرنامج هو بكل غرور اللي قاعد لليوم يتصدر في منصات التواصل الاجتماعي وقاعدين مستمرين في برنامجكم اثنين. نحيي كل من يشاهد فينا ونحيي الزملاء اللي معاي في الحلقة، مصطفى بركة. مالك أبو سروين. غيداء مبيا. فاتول الزروق. مازال ديفاكتو للملابس الرجالية ونسائي. نحيوه ونحيو أبو حجر للمجوهرات حتى هو، وتحية كبيرة كبيرة جال البكوش. بس ما سمعتش أنا هنا. لا داعي لا داعي. لك يا رجل مقامك ومكانك ومجالتك لا تتافع في هذا المكان. لا داعي لا داعي. شنو هذا يا رجل؟ رجل كل يوم تبهر فيا. شكرا كل يوم. لا داعي لا داعي. تحية لكم. خلاص عرفتك شاطر. عمر شرف البرنامج. تحية للجمهور اللي تبع فيها تو، منورين كلكم، ربي يحفظكم. شكرا لوجيه، بارك الله فيك. واحد ثاني عجبني الجو، عجبني. خلاص عاد خلاص. قلت لكم انا برنامج ولا افراح مصريه. مساء 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 كويسه واحلى مش عارفه شنو. مرحبين بيك. والله لا تروي الحاجه. منورين هلبا بركش. الاخبار والله يا غالي بعد اللي صار اقسم بالله ما عاد في اخبار معك. وين يا؟ لا داعي لا داعي. نهنيك انا بصراحه. نهنيك استاذ سلام. الله يخليك ان شاء الله. سجل الفيديوهات اليوم مبارك. عيد يا رجل. راك راقي من يوم استرقيت الموضوع. خلاص بركه مش قادر انا. زيدوه يرحمك. اعطينك مرتب زياده انت ولا مالك؟ شنو حالك؟ مش طالبين منا نشكروا هلبا جلالك؟ والله ما عادي الولد اليوم راه اول مره نشوفه في الهواء. خويا من هناك حاد لوطه. ما في حاد لوطه. قلب الروح ما هذا لازم الضحكات. ايوه ايوه. شن حالك؟ والله تمام يا جلال. انا عندي تعقيب على حاجه. انا الوحيد اللي ما عنديش هيا، فهمت؟ فانا حاس مش بالاحت ما عندي ولا هي بالعكس. فحاس روحي يعني ما فيش احترافيه. هي تحس هذه امتى موجوده هنا تقول في كلام كبير. جاهزين اليوم؟ جاهزين. ما سالتنيش علاش لابس نظارات انت. او يعني اول حلقه اللي نلبس فيها نظارات. نسالك لكن قلت اكيد هو بيتكلم عليها. مش متلقح ونلوح الكلام. تبدو انتم مش فاهمين على منو. بالعكس حلقة اليوم انا متسهر. انت كنت مش في بالك قلت تلبسها انا يعني. حلقة اليوم ساش تلقيها تبي واحد ولد بلاد. لا من قبل ما نبدا الحلقة نلقحوا كيف. نعرفوهم الفئات اللي تستهدف فيهم طول الوقت. مش عارف انا مش عارف ولد بلاد. حلقة غريبة هي ممكن. شنو حالكم؟ شنو قال؟ لا قلت لك كبيرة. شنو صار؟ قلت لك ملينا من الفئات اللي قاعد تستهدف فيهم المحددين كل مرة وملينا منهم. قصدي جيب حاجة جديدة. جد جد كل يوم قبل ما ترقد تتفرج على فيديو من فيديوهاتي. تتكرر في نفسك مالك والله. مين قال؟ أزمة ديسكو بول مش حنقدر ننزل معك أنت، فهمتي؟ كلام كبير. بس حلوة. أنت مالك. مش حنرد عليك. مش حنرد عليك. يا مالك يا مالك. بسرويل الطلبة بدو يرتقوا. طلبة. الطلبة. My students. يا أوكي حنعطيكم. You're a student darling. I'm not sure. بنات شن حالكم؟ تمام. جاهزات. Ready. شو أمورك يا بتول؟ نوعا ما مش تمام. تو أقول لك في سمايلي. إن شاء الله. غيداء جاهزة. يب. نحييكم مشاهدينا. اليوم حلقة حتكون أكثر حماس وأكثر منافسة بين فريق الأولاد والبنات، وزي العادة أكيد تستنوا في النتيجة مربح في الأسبوع اللي فات في برنامج 2 في 2 على التصويت. الأرقام الموجودة أسفل الشاشة نشوفوا المربح معانا الأسبوع اللي فات. أنا شاك فيها ديما كل حلقة. أنا مش عارف علاش الرفيقة النسائية. اسمع قدر التريس. اليوم فريق مش حنطول لأن الحلقة دسمة. هلبا لبنان. خمسة وخميسة. أنا اقتنعت بكل صراحة. خمسة وخميسة. اقتنعت بكل صراحة. مش عارف في حد ناسي التوك بتاعها هنا ولا شنو فيه. مرات انت
هذه بدت بحط حالي الف مبروك اللي لاحطها انا ما لاحطها يا ريت تبدا تسجل الف مبروك يبارك فيك جلال شكرا للمشاهدين اللي صوتوا لنا مبروك الفوز انك قعدت تجمع عشان مبروك طيب لا تبوا الاسبوع جاي تصوتوا الفريق المفضل من يقنعك اكثر ابعت على الارقام الموجوده اسفل الشاشه لفريق البنات والولاد حاليا نمشي لاولى فقراتنا الفقره المعتاده فقره سمايلي نبدو بك انت غيداء كيف كان اسبوعك علاش هذه دايره لقطه امس ها سعيده علاش خدت حقها سعيده اسمعي طلع لي منك هيك انا جاي اقول لك انا جاي اقول علاش سعيده في فاري علاش في فاري ابا امس خدت حقها امس دارت لقطه تعرف الوجه قعد احمر من الاحراج اللي ممكن يحس به الشخص الثاني هذا لا احكينا الموقف حجمت كل شخص في حجمه حطت كل شخص في حجمه حطت كل انسان في مكانه اللي يستحقه كل حد كان طبيعي يعني. يشرب ميه اليوم كله مش قلت لك انا في حلقه من الحلقات يعني هل بدت انت استريحتي يعني بالضبط يعني في سلام نفسي مع نفسي صرحتي روحك لا لا من غير حسيت الجو هذا بعد الشهره لاحظت انت ما نعرفش لا لا من قبل موجود من قبل تحطي الحجام باديه من قبل بس تو زدت يعني هيك بثقه جو كيم كارداشيان او على اوكي ماشي الحال بتول في شيء جديد وضع البؤس يمشي معها على ما نعرفش يعني السوتيو شو هو البؤس قال البؤس علاش بائسة علاش لأن وزني ما عادش تبت جلال نمشي مقاسي المعروف مقاسي المعروف ميديم نمشي نشري سمول يجيني صغير اليوم في حلقة اليوم شريت السروال ميديم جاني كبير بدأت نبي اس فلوسي قاعدين ينصرفوا على الفاضي يعني نشري الحاجة يلا نرجعها بحيث نمشي فيها في التصوير بعد لما نروح معاش نلبسها يعني كأني قاعدة نحرك في فلوسي انت ربدتي بكل مكان تنتشري هذه معاك اوكي معاك انا بركة مش مشكلة كيف كان اسبوعك واضح اسبوع تكسر خلاص يا غلا ما هذا مفضل من الاسبوع انت تمشومين فترة يا خر روحوا لان انا وراس العزيز طول ما نجي بركه كيف كان الاسبوع بركه كيف كان الاسبوع غالي اسبوعي هو نفس الاسبوع افهم ليبيون تنوض الصبح دير تني وتمشي في الخدمه بعدها تجي دير الشيء هنا وتروح للحوش يعني هذه الحياه فما تقعدش تسلم عليك بالاسبوع كيف كان سعد توفيق سان جوليان ولا حاجه خلاص كسر منو خلاص هو ما يريد يسلك مني من الاسبوع باي جيم سمايل باي كيف عارف اي حاجه هذا عن توفيق لما فيها ريسبشن هذا بديهك يا غالي هذا اللي صاير هذا هو كان اسبوعي في كل يوم جت وانت كم بدك معي تبدا اسبوعك واضح تنزل السهام وتطير لك السي تركب لي مستعداني سمعت كوزينه سكرها انا ايه كيف قصك لو سمحت باش نعقب الكي اف سي تحتنا سكرت في الاوتيل سكر الاكل سهام ماي زي ما ربي يحفظها وامين شو اسمها ولد اللي يخدم فيها امين امين ربي يرحمه يرحمه ان شاء الله ياسر وداك خرطي ما في كفايه الرجل ندوس ندوس يا غاليه هو حاسبي مالك الموضوع قبل بس لا اسبوع ثاني يا رجل احنا شو كان اسبوعك ولك فيهم اربع شهور انا غريه شو كان اسبوعك يا مالك نبي مالك قول حق من غير كلمه ثانيه بالله لك ياسر يا رجل اعطينا حاجه بقيه انا سعيد للغايه سعيد شكرا 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 اليومين اللي فاتوا قعمزت مع شباب مواليد الثمانينات ولاحظت ان تفكيرهم تغير هلبة فهمت بالذات في موضوع الزواج يا جلال لازم تعرف حاجة احنا جماعة التسعينات امتى نبوا نتزوجوا اهم نقاط عندنا ان البنت يكون في توافق بيني وبينها نفس التفكير نفس المنتاليتي نفس الجو لكن الثمانينات ما لهمش علاقة بالموضوع اهم شيء ما عمرها تعرف اولاد قبل يعني حتى اخوتها الاولاد يتمنى ان هي ما تعرفهمش ف هذه حاجة كويسة يعني في تغيير صاير وان الولاد يبوا يعني يتطوروا انت شو اسبوعك علاش شو فيه بالضبط ما وضح حد منك هو تو تكلم لك الثمانينات انت مش فاهم قبل جماعة الثمانينات يدور على بنت عمرها 5 سنين يقول انا بنرباها باش تكبر وش دخلها في الاسبوع متاعك هو ولا سعيد لانه الحمد لله المنتاليتي بدت تغير شويه كان هو ديما يبكي صار معك موقف مثلا ايه ما قلت لك قعدت معاهم انا يحكوا لي على الزواج تبدو زينا احنا جماعه التسعينات كان ديما يتمنى انه هو يكون فارس الاحلام اللي فوق الخروف يعني بطل
هو حسيت بيه طق فيك مش عارف فلاش. لا بطل فلسفة. حسيت فيه شمنت الموضوع. لا معروفة هو هو هذا فاكت نقول فيه أنا. أسبوع هو ما ليش علاقة باللي قاله. ولا أسبوع. هو أسبوع تعرف قاعد في شقة ويبي يصرف 100 دولار. معك أحمد بس هدوه وضحك عليك هذاك ما صرفش. أنت هيكي جو بيغني لنا جلالة. يغني لنا جلال كان يغني قبل ما نطلع حلو وكان صوته مليح غنى راب أقوى حتى من منذر حرارة غنى مرسكاوي غنى وانا صورتها فيديوهات حنزلها ان شاء الله حنزلوها عندكم منشن كملها انا مش مغني انا مدير بس مدير عمر مدير يا غالي لا عمر ينزل يتواطر يلا كباع مشبحنا اسبوع اليوم مشبحنا عشان صار بالضبط في الاسابيع الثلاثة باستثناء مالك اللي ما جاش بكل اسبوع مكسد خلينا نمشي موضوع حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام لا مالك حلقتنا اليوم اليوم بيني وبين جلال جلال عندك انا انت وقعت على نهايتك مع انسان الخطا انت لازم تكسبني شفتك في هدد في الناس مش يجولي انا معك يا مالك العنف العنف اللي انت فيه هذا راهو ما يمشيش حاله لحظه نعطيك كلمه واحده مالك تنمر حتى على اصحابك ديما نقول لاصحابك هم اللي بيقعدوا لك في الاخير نعطيك كلمه واحده مالك انت قلت كلام هو تعرف ايش لابس نظارات طبيه لاني ما عندي ضعف نظر فما نشبحش فيك تو اوبا ما انا تشوف فيا تو انت لابس نظارات فعلا فعلا سجلان ما فهمتاش قال لي ما نشوفش فيك لابس نظارات لاني مش بحش فيك ما نشوفش فيك انت عندك اوريدي ضعف نظر ما طبيعي جدا مش بحش فيك انت تو مش بحنا كيف كان اسابيع مالك انت المفروض ما عادش تتكلم اليوم بكل كيف كان الجو بالضبط نمشوا اليوم لموضوع حلقتنا مشاهدينا موضوع مهم هلبة اللي هو الهوية الليبية الهوية الليبية تتميز على هلبة دول تانية بميزاتنا اللي ممكن تعدد عندنا الأمازيغ عندنا الطوارق عندنا العرب فعندنا هوية خاصة بينا وممكن تتميز على دول الجوار وتتميز على دول العالم بينما في هلبة سلبية حنطرق اليوم على الهوية الليبية رأيكم في موضوع حلقتنا نبدأ بك يا برك الحمد لله عينك أنا قاعد نمسك بغالي شوف هو الحمد لله احنا في كل حلقة نقوله حلقة اليوم مهمة لازم نحكوا فيها حاجات لازم نعرفوها الموضوع موضوع اليوم تانكيو لوجين على العمالة اللي جبنا فيها كل يوم كويس ان احنا جبناه وتستاهل حلقة اليوم احنا نتكلم عليها تصدر هذه تانية اللي هم منك ان حلقة اليوم هوية الهوية اصعب حاجة فيك يا عالم الليبي الهوية رأي انت تحكي على حاجة فيها ضمان اجتماعي وفيها كتيب عائلة وفيها اجتماعيات شعبية صح وفيها صح نفسية صح وفيها بني أدمية يعني أنت تحكي على ملخص كامل لدولة مش فاهمة حد من شيء فهمتني مش فاهمة حد من شيء اليوم مقرر الدراسة كلها بتجيبها صراحة الحق أنا مبكي نكتب ونلون وإن شاء الله خير يا غالي والمهم لهذا كله اللي بنقوله معلش تحتها أربع خطوط يكتب ويلون يكتب ويلون بركة مظبوط كلامة نكتب ونلون كلمة غذاء لكن اللي هم لكي إن أنا المهم حلقة اليوم المهم لازم نتكلم عليها أقول لك شوي شنو هي هذه شنو هي شنو استمر بركة يكتب تكتب وتلون أوكي تلميذ في الهوية تفضل أنا اللي فاهمة في حلقة اليوم في الهوية في فقرة زيد عندك إن شاء الله نقولكم إيه راهي حلقة أنا أقول أسمع أنا ما كنتش أنا بمنتج على هذا الهوية لأن موضوع معقد بشرك موضوع حلقتنا صراحة والله اسمع أنا خنبسطولك في ناس باش تفهم أنا ايش النقص بالهوية نبدأها ديما بحاجات بسيطة وبعدين نرجو الحاجات اللي قوية أمتى واحد يقول لك إن شاء الله وهي معناها لا أمتى واحد يرفع صغار أخته للجامعة باش يلخبط بهم البنات أمتى واحد يجيب دخان رويال بيزنس ويحطه في باكو مالبورو أمتى واحد يشري قهوة الصبح يقعد بها للليل أمتى واحد يبعث لك حرف في الماسنجر متاع الفيسبوك باش يتأكد هل هو فيه نت ولا لا أمتى واحد يدير هلبة نشاطات في اليوم وجي تسأله شن الجو يقول لك كساد هذه هي الهوية الليبية يا جلال زي اللي جاب جوانب الشاب الليبي هوية الشاب الليبي جاب الشاب الليبي مش كلك لا لحظة ما فاس صغار أختي أنا مش لخبط بين البنات أنا أموري هانية ما مش حاسة نصيبك يا غالي أمورك مش هانية بكل مالك موضوع اليوم بتاع الهوية الليبية شيء حلو
نحن متمسكين بهويتنا، لكن في نفس الوقت هذا الشيء ليه مدار تانية هلبة تندرج تحتها، وفي حاجات جديدة انضفت لنا بدنا نستعمله فيها الاستعمال الخاطئ ظنا مننا ان احنا هيك نتبتوا في هويتنا الليبية ونتبتوا في انتمائنا. موضوع حلقتنا اليوم بالنسبة لموضوع حلقتنا اليوم نشبح فيه يعني اهم المواضيع اللي ناقشناها في البرنامج هذا، لان نقدر نقول لك اخترتني لان انا اخترته هوية، خلينا نتكلم عن هوية. نقدر نقول ان تعتبر يعني قناة وعد اولى القنوات اللي اعطت مساحة ان نتكلموا على الهوية بصفة عامة في التلفزيون الليبي. الهوية الليبية والهوية بصفة عامة، شن تعليقك عليها مالك؟ اشرب خي اشرب اشرب ان شاء الله. جلال، الموضوع عميق ولازم تتبعني باش تفهم شنو صاير. جلال، اليوم اللي انت ولدت فيه اعطوك اسم، دين، لغه، عادات، تقاليد، علم، انتماء، نشيد. اوكي، بلس ليبيا هذا هو الانتماء والعلم. فالسؤال يطرح نفسه يا جلال، هل هذا هو جلال البكوش الحقيقي؟ بمعنى هل هذه هي هويتك الحقيقيه أو هي هوية مزيفة مكتسبة يعني تم تلقينها لك؟ المرادف لكلمة هوية من أنا؟ طبعا فلسفي سليم جدا يا ما زال. خلينا نكمل لك، في ناس ممكن تبي مالك أنت شنو تقصد؟ نعطيكم مثال بسيط. كويس. الأسد حيوان قوي في الغابة، يقاوم في التغيرات المناخية، قادر على أنه هو يصطاد حاجة لو هو يبي يأكلها. هذه شو معناها؟ هذه معناها الهوية الحقيقية للأسد. ما نعرفوش الأسد غير أنه يكون أسد وياكل وياكل. أم تجيب الأسد وتحطه في قفص وهو صغير، أم يكبر مش حيندر على روحه أنه هو في قفص ويحساب روحه أنه هو في إمكانه الطبيعي، لأن ما فيش مقارنة للأدغال. فلأن الماكلة يجيبوها لا، ما فيش حاجة اسمها تغيرات مناخية، دافي الداخل كل شيء، فيش هانتينج، ما فيش شيء. علاش؟ شو معناها هذه الترجمة متاعها؟ معناها هذه هي الهوية المزيفة للأسد. فمن أنا؟ تقريبا أنت. في حد فهمنا؟ فهمنا. اللي فهم يعقب عليه. ايه كان فهمته شنو؟ انا فهمت. انا فهمنا. بالنسبه اللي قاله مالك هو يعني تكلم على موضوع ان كيف التاثيرات الخارجيه هي اللي تاثر على تكوين الهويه. لان من يعني اهم اسباب تكوين الهويه هو طبعا نمبر 1 المجتمع. المجتمع هذه اول حاجه، المجتمع طبعا بداء من المحيط، يعني دائره صغيره بالشخص، سواء العائله بعدين المنطقه او النيبرهود يعني، وبعدين يندرج تحتها الانتماء. شعورك انت كشخص بالانتماء، هل تحس ان انت تنتمي للمجموعه هذه المعينه اللي فرضها عليك المجتمع؟ هل هو شعور ثابت ولا متغير؟ لازم تعرف ان الهويه حاجه ثابته ولا قابل للتغيير. يعني تقدر تكون جلال نفسك انت من يوم تولد لين تموت، ولا يطلع اكثر من جلال؟ لا، عندها مراحل طبعا. بدات في السن السنين العمريه الاولى تقدر تكون متغيره. كويس. باهي حاليا بحكم ان الموضوع كبير هلبة متشعب زي ما قلت مالك، باش رايك من كلامك هذا؟ نبدا بك انت بركه بعتلي غداء نبدو في جد الموضوع تاني. كل حد فيكم يحكي لي عن تجربته الشخصية كابني الهوية متاعه. نبدو بك يا مالك. مو هذا السؤال. أنا أصلا كل يوم نقعمز مع نفسي نقول هل مالك هو مالك؟ يعني أنا أمتى وصلت للنتيجة هذه النهائية وبديت نعرف كل شيء قدامي وفاهم هل بحاجات، هل أنا هذه وصلت لها من ذاتي ولا هي حاجات انزرعت فيها من أنا صغير؟ يعني اليوم لأول يوم في أبوي ضربني، أول يوم كليت فيه برا، أول يوم في سافرت، أول يوم تعرضت للتزلبيح من قبل صاحبتي اللي هي من صاحبتي، يعني حبيبتي حسب روحي متزوجة طلعت مدير عناد مع صحباتها، حاجات هذه هل هي كونت مالك بسرويل؟ معناها مالك بسرويل ما عندهاش قدرة أن يكون نفسه بنفسه، لأنه هو ديما تحت مؤثرات، فهمت؟ وهذه مشكلة يعني نشوفها. أنا خاطري لوحوني في مكان مفتوح، يعني الهوية انت قاعد مش عارفها انت، ما نعرفش روحي أنا منو. انت مالك مش خدوجة صبري يا مالك؟ مالك واضح. مع احترامنا طبعا للفنانة القديرة خدوجة صبري. اسم كبير من خدوجة صبري. أوبا، ممثلة قديرة مثلت وعندها اسم يا مالك. نعرفها. واضح انت مالك وهي اسمها خدوجة، فبالطبيعي بتكون مالك. بركة. يس. كيف بنيت الهوية متاعك؟ تبقى بالانجليزي ولا بالعربي؟ اوكي. بالظبط. Listen to me now. ايوه listen to me now. باهي. الموضوع كالاتي، ركز معي. الهوية انا اللي فهمت ان انا قالوا لي هذه الدنيا. وانت ليبي واسمك هيكي واحنا هيكي. بتعيشك.
هو قال لي بتعيش هيك، لكن لما كبرت كل ما نكبر شوي نقف معيشه مش نفسي، قالوا هيك لان شني ما فارق الا السنين ولا اعمار ولا كبار ولا ادوار ولا اشياء، فمعاش عرفنا شنو هو اللي صار، فهمت؟ فانا عرفت روحي، لا عرفت روحي هل فعلا جيل التسعينات ولا الالفينات، لان في حاجه فريبة انا حايرفها، 80 بدا خالط في 2000 والتسعين بدا خالط في السبعينات، يعني صارت شكبينا مش طبيعيه. فشن نبو احنا تو ما فهمت الشعب الليبي، ان احنا نبو نعرفه هو في 80 كيف كان يفكر وكيف كان يعيش، فهمت كيف بيعرف شنو تفكيره، و80 و70 بينزل اسم ال2000 شنو وضعه في الحياه القدام. خلينا نسالك سؤال ثاني. حلو حلو، هي نقطه جميله رام تاع كل شخص يشبح الشخص. شنو تميز الهويه الليبيه على باقي الهويات؟ خلينا في سابقا ولا لاحقا؟ حاليا لو اذكر حاليا. اوكي حاليا والله شوف احنا ما عرفناها شنو فيه في شكون، هذه مهمه لازم تحفظوها اخوتي المجمولين اللي قاعدين يتفرجوا في هذه الازمه. تمام يا اسمع يا اسمع حقيقه انا بنجيب شعبي بندي معه، هذا شعب وهذا اعتبرنا رئيس. انا رئيس ليبيا جاب شد البلاد، انتوا شنو تبوا؟ ليبيين صعبين، انتوا شنو تبوا؟ انا رئيس ونحكمكم وتسمعوا كلامي وشنو مطالبكم وشنو نواقصكم. كويس، احنا شو بيقول لك هنا الشعب؟ شنو فيه؟ شنو فيه؟ شنو فيه؟ شنو فيه؟ انت شنو فيه؟ هي ما تعرفش روحك هويتك، انت رئيس ولا شاب مواطن زيهم، ولا انت في مدار ما تبي، ولا انت عندك عقد بتوصل للمعلومات. كنا نتكلم في نطاق واسع ان الهويه الليبيه تتميز عليها بلغات متعدده، تتكلم الطوارق، تتكلم التبلو، تتكلموا حتى العادات التقاليد تختلف، في هلبة ميزات. هذه الميزات ما هو شوف كل دوله في العالم عندها ميزات، هذه هويه الليبيه تحكي لنا احنا. احنا نبي نوصله لك بالضبط، الهويات هذه كلها عارفينها لكن في نطاق العنصريه. كويس، لكن اسمع على الصعيد الروحاني ما تساوي ولا حاجه اللي قلت هذا كله، يعني هذا كله حاجات ماديه، انك انت تبي تعطي معنى لروحك ولنفسك ولذاتك، فانك انت تربط روحك بالحاجات هذه كلها، مثلا فريق، بلاد، عالم، عادات، تقاليد، كسكسي، بازين، باش انت تخلق هويه لنفسك. لكن صراحة الحقيقه أنا الحقيقه مش هذه الهويه، انا نشبح فيها قاعد الانسان مسجون وما يعرفش المكان الطبيعي وين. صحيح، انا واحد من الناس قبل ما نقعد اخوي جاب كلمه حلوه بصراحة انا نعرف انا واحد من الناس هويتي نعرفها بدولتي، مني دولتي وشكون احنا، انا نعرف هويتي عند مني برا. كويس برا. بتقول لقيتي هويتك ولا قاعده تدوري عليها؟ لا لقيتها هويتي. احكي لنا على التجربه بتاعك، كيف بنيتي الهويه بتاعك؟ اوكي، اول شيء انا انسانه ما نلتزمش بالنص اللي متلقن لي، ما نلتزمش بحاجه اني انا اول من ولدت انت الحاجات هذه لازم انك انت تبتعدي عليها، لازم انك انت تديري كذا، بناء على العادات والتقاليد، لان الهويه مش الحاجات زي ما قال مالك، مش الحاجات الماديه القشره اللي من برا، بالعكس حاجات فيك انت في سلوكياتك. مثلا الحاجه اللي انت تتميز بها ليبيا او الشعب الليبي، اول حاجه الحياء، ثاني حاجه الكرم والجود، انك انت يجي ضيف لبيتك ما تخليش يدفع شيء، انك انت تعزم حد مثلا خلاص العزوم علي، انك انت برضو ما تخليش يحط اي شيء ولا يتكلف باي شيء. هذه الحاجات لما خرجت برا ليبيا لقيت ان الشعوب الاخرى مفتقدينها، ما عندهمش جو هذا، عادي جدا انك انت ضيف تكون جاي لبيتك، هذه عندنا احنا ميزه، عندهم هم عيب. والحاجه اللي اكدت لي ان هي ميزه لما نكون قاعده نخالط في ناس مش ليبيين ونصرف تصرفات هذه عفويه، احنا في ليبيا مستحيل نخلو ضيف يدفع حاجه في بيتنا ان يشبحوا لها ان واو في حد هيك، لان عندهم الامور هذه مش موجوده، او مثلا احنا في ليبيا عندنا تتحشم لما حد يدفع عليك شيء، صح؟ فهم عندهم هذه عادي، بالعكس كنت دفعت عليك كتر الله خيرك، ولا اصلا يتعارك معاك على حساب. فهي الهويه مش بي احنا ايش نلبسوا، احنا ايش ناكلوا، احنا وين نطلعوا، والامور هذه كلها انا نشوف فيها امور حشاكم يعني سطحيه تافهه ما لهاش معنى. الهوية هي حاجة فيك أنت من الداخل، لما أنت تحتك بشعوب تانية بحضارات تانية وتختار الأفضل من عندهم وتضيفهم ليك، هذا مش غلط ولا هو عيب. كويس. في 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 صراعات كبيرة قاعدة تصير في 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 مختلف الدول، دور على الهوية متاعها، هل أنت نفس الخطى اللي مشيت بهم بتول لقيتي هويتك ولا قاعدة تدوري غيدة؟
شوف هي كان بنجو اولا جزء الهويه يعني انواع، في الهويه الفرديه، في الهويه الوطنيه، الهويه العرقيه، في يعني الهويه زي ما قلت الوطنيه هذه اهم حاجه. عاده احنا يعني ما نهتموش هلبة بالهويه الفرديه في مجتمعاتنا خاصة العربية، كل اللي نفكروا فيه هو الهوية الوطنية وكيف ان احنا لا انا ليبي انا تونسي انا جزائري، ونوعا ما عادة نكونوا متشددين كغيداء يعني شخصيا. انا نعتبر في روحي يعني انسانة مستقلة بذاتي وعندي يعني من فترة طويلة كامل حرية ان انا نختار شن نبي وان انا نكون هويتي الخاصة كإنسانة. ما نحسش روحي ننتمي لأي حاجة. أنا أنا نشوف إن إحنا كلنا سواسية، ما فيش داعي إن أنا نتعصب لمنطقة معينة أو لجهة معينة، أو مثلا لا أنا طرابلسية ولازم نفتخر بها الحاجة. هي ممكن حاجة واحدة بس يعني باش نكون حقيقية يعني في الموضوع هذا، الإسلام مرات نحس إن أنا مع مرات. إني من مش مرات يعني عادة مع إني ممكن نقول هكا وحطوها أسكت يا متنمر. مع إن أنا صح يعني ما ننفذش فيه بحدافيرة obviously، لكن الحاجة الوحيدة اللي مثلا لما نتكلموا عليها أو جي سيرتها الداخل هيك في قلبي نحس إن أنا فخورة إن أنا مسلمة حتى لو ما ننفذش في التعاليم، استغفر الله يعني. الله اسمع نقولك حاجة، طبعا كل حد يتكلم هذه وجهة نظرة في كزميل يتكلم بها هو ليه حرية تامة وانت ليك حق الرد. طبعا أول حاجة الكلام تقولي فيه طالع زردة علاش، لأن أنت قاعدة تندرجي تحت هوية العولمة. شنية العولمة؟ هي تعميم الشيء باش يشمل أوسع نطاق اللي هو يبدأ العالم كله. أنت الأفكار اللي عندك والنتيجة اللي وصلت لها تحسبها وصلت لها من ذاتك، مصلاش من ذاتك، هذا من تأثير العالم الخارجي عليك. يعني أنت تو حاليا زي أمريكا ماشي بفكرة شنو؟ موضوع العولمة، إن هي تبي تنشر العادات والثقافة متاعها في العالم كله، يعني نفس الأفكار نفس التوجهات. درج فلسفة امتياز. وهل أنا عندك ما تردي؟ تمام. هل أنا في النتيجة اللي أنت باعتقادك أنت وصلتي لها، وأنا أقولها حتى اللي روح أنا وضد حتى كلام بتول لأن ما فيش. هل تشوف فيها أنا تو عندي هوية أمريكية؟ أنا أتكلم عن نفسي، أنا تحت تأثير العولمة. لا خليك في النو. لا لا لا، ما فيش انك انت وصلتي لحاجه بنت. انت ما قعمزتيش، سامحيني، انت مش انسان، مش ارسطو ولا افلاطون مقعمز بروحه. علاش كل واحد عنده فلسفه خاصه في الحياه؟ لا لا لا، كلنا حلو، لكن كيف الفلسفه توصلي لها او النتيجه النهائيه؟ انت تبدي بروحك من غير اي مؤثرات، لكن انت التقنيه والعالم كله هو محيط بك، التلفزيون، التليفون، السوشيال ميديا، العالم هذا كله مأثر عليك، فانت لو تفكري شويه تلقي روحك انت ما وصلتيش للنتيجه النهائيه. لا لا لا، تبي تعرف انت كيف وصلت لها النتيجه؟ كيف وصلت لها النتيجه؟ من وانا صغيره لحد ما يعني تقدر تقول لحد عمري تقريبا 22 سنه جربت في حياتي هلبة حاجات. أنا نقدر نقول لك النتيجة اللي وصلت لها هذه بناء على تجربة، جربت هلبة توجهات، جربت هلبة يعني حاجات في حياتي خلتني نوصل إن أنا ما نبيش نكون متطرفة أو متحيزة لجهة معينة. هويتك مش الحاجة اللي أنت التأثيرات خارجية زي ما أنت قلت مالك، حتى أنك أنت تقعمل زبروحك هذا تأثير خارجي. ممكن نكمل. الهوية هي الحاجات اللي أنت تختارها، أنت إنسان ما حددتش هويتك وما عرفتش نفسك الحقيقية إلا لما تكون جربت أمور تانية وشفت حضارات تانية وشفت ناس وثقافات تانية واخترت الأفضل وجربت كل شيء. الشيء اللي أنت اختيارك هذاك اللي أنت اخترته في الأخير هو الصحيح وهو اللي كونك وهو الحاجة التابتة فيك. لكن جيني أنت ما جربتش حاجة ما تعرفش أصلا أي شيء وجيت تقول والله أنا هويتي إنسان متوحد. لا
عندك عندك رد مالك؟ انا رد قلت وي غير عودة مره ثانيه فتحت الموضوع. عندي رد. انت هو الموضوع مكتسب تشبح فيه يعني، مش هي صناعات دارت هوي اللي طبعا تقصد. هو المجتمع ياثر عليك اكيد والمحيط فيك. فكره انه شنو هو الصح ولا شنو مش صح او الحاجه هذه كويسه، انت تو فكره انك انا تجيني ضيف يقعد عندي اسبوع. ما قلتش يقعد عندي اسبوع، يقعد 3 ايام لانه ما يقعدش عندي. يقعد يوم. مش انت نحكي على الفاميلي يعني العائله، يقعد يوم. افهم العائله صغير حسب مفاهيمك انت ان هذا هو الصح، ان الضيف انت يجي نوفر لك كل شيء، لكن هذه التعاليم والمفاهيم مش موجوده عن ثقافات اخرى ثانيه اللي يعتبروا فيها يعتبروا فيك انت غلط وهم صح، وهم انا نشبح فيهم هم غلط ونشوف فيك انت صح. باش معناها كل واحد عنده هويته. نقاش ممتاز، كل واحد عنده هويته الخاصه. نقاش لان اكيد برك عندك. لا اكيد ربي يحفظكم. ربي يحفظكم. تفضل يا برك. هو هذا ربي يحفظكم. ربي يحفظكم. اكيد بعد سمعنا النقاش للامانه نقاش مميز، ومالك عنده بالحجة والبرهان، وغيداء إذن عنده الحجة والبرهان ويرد على بعضهم، وديما شوفوا وجهات النظر تختلف. أنا بركة نلعب في كرة سلة. مش عارف. فنمشوا للعبة جديدة في الفقرة المعتادة حذر فزر. فقرة حذر فزر اليوم، اللعبة حنعطوا كلمات ليبية، أكيد حد حيلبس السماعات الموجودة قدامي من الفريقين، وعندنا كلمات ليبية تحاول يوصلهم بلغة الجسد ممكن، وتقدر منبسطها شوية اليوم يا ملك، مش حتكون معقدة. فحنبدو بالبنات، بتول حتجي معاي وتحاولي غيداء، إن شاء الله مش محتاج الكلام المكتوب. اوكي، تحاولي انك انت في 20 ثانيه تجاوبي كل منطق. تحاولي انك طبعا انت في حال انت تبيش تضيع الوقت على روحك، نمشي للي بعد على طول. تمام. ما في صوت هنا؟ لا قوي الصوت، بس هات نقول صوت جلاله. تمام كده قويتها 100. غيداء قص قص. برافو. لولا صح. طرابلس. طرابلس. انت تكلم بنت. تكلم قولها. من وين؟ قولها. ليبيا. مدينة أمازيغية. مدينة قالك تكلمي عادي. عادي تكلم. عادي نتكلم. قلديهاش قالت بالفم. كرسي. كرسي كرسي. حشي. لا قالوا لي بالفم بس. لبسينج بس. مش حنحسبوها. السياد كنا يطلع. سروال. 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 أعطيني وحدة ثانية. صليطة. 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 اللي قال فيها مالك دي مع الناس. لا صلاطة. صليطة. ايه طبيب. طبيب. سبب. طبيب. ط ط ط ط طبيب. طبيب. مسطرة. 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 مصحة. مسطرة. مصة. مسطرة. مصاصة. مسطرة. مسطرة. يس. حوش. 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 يس. كمامة. كمامة. حمامة. كمامة. حمامة. كمامة. يمامة. كورونا. 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 كوكا كولا. كورونا. كوكا كولا قلت لي. كورونا. لا شني. 10. كورونا. 9. 6. 5. كورونا. كورونا. 2. كورونا. كورونا. كوجينا. 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 خلاص 9 معاك. أنا ينسكروا الدرجة خاسرين. لا ولا غيرناها حكم ما تعرفش انها بال. ايوه اوكي. شنو هي اللي حنوض بركة؟ ما مش قادر نوض. هو بينوض لابس كلاي. لابس كلاي طويل. مش قادر نوض. لابس طويل هذا. الله.
يقدر يدير بداء ويقدر يدير بي قداش من 10 جلال 9 اسمع تسعة كورونا بس ما عرفتيها برافو عليها وطوله اصحابك يا رايح وين مسافر حاسوب 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 قلم 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 لا يقدر يستخدم الإشارة احنا الغوانا النقطة بتاعنا حنغير هذا جنينة هذه كيف بتقولها لها جنينة لا لا جنينة لا لا جنينة الغيها جنينة لا 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 جنينة جنينة ايوه بركيجو 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 سيمافرو 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 بالإيطالي حرايمي 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 عقرب حرايمي حرايمي عقرب ح ح رايمي خمسة حرايمي أربعة قلبي في ثلاثة قلبي في اثنين واحد يا نا علي يا نا علي كيف هذه يا نا علي يا غالي هيا نقول يا نا علي يا نا علي يا نا نا يا نا يا علي يا نا علي لا يا نا علي لا يا نا علي يا نا يا لا يا نا علي يا نا علي يا نا علي يا نا خمسة علي أنت أربعة يا نا علي ثلاثة يا نا أنت يا نا علي يا لي علي هو علي واحد يعني علي واجد ارجوك يا ابني انا خسرنا خلاص انا واجد واجد رواشن 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 صح واشدن اشرح 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 لا ممنوع اشرحوا بداهم لا لا ما خلوناش واجد الريدي واجد الريدي واحد جديد قلت بصوت كده تقريبا ثلاثة جد وعبرو وعبرو واجد 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 حولي 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 حبي حولي حولي زردة زردة شنية زردة زردة طلعة 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 زردة 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 اللي انتك سمعت انا ما عارفة يا بدي روح ابي قرب عارفة قال قول زردة قول طلعة الاول بس بعدين قول زردة لا 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 طريق طريق بالو 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 يس اوريدي خاسرين الاولاد جابوا 8 من 10 9 من 10 ولا 8 قال 8 من 10 تي هو ما جاوبناش بس ما جاوبناش لا اكثر يا نا علي صعب شرحه ماما دايرين روحكم ابطال لا وحشتوا حاجه مش قوي انا واجد لو سمحتي قولي علي صعبه ترى واجد ترى كيف بجيب واجد يا علي هو هي معروف لكن سامح عم غير معروف هو برك لا لا خلهم فريق انت قاعد اللي عدت الاسئله بتكون بنات الاسئله الاسامي الحاجات اللي يقول فيها قضية حاجات مركبه طياره سياره معلش احنا ين عليا معلش ين علي انا مش حتى ين علي انا قولوا حاجه ممكن تخطر على بالي يا لو سمحت معلش يا استاذ جلال تفضل معلش يقول اعلن فوزنا بصوت عالي وفخر هذه المبروك لفريق البنات الامال اللي ربحوا اليوم 9 من 10 والاولاد 8 من 10 نذكركم بالتصويت للفريقين الارقام موجوده حاليا على الشاشه حاليا نمشي لفاصل اعلاني وراجعين من جديد